في الحقيقة مهرجان العالمين الجديدة وزي ما عودنا من النسخة اللي فاتت بيعتبر قبلة لكبار النجوم والفنانين في الوطن العربي، والحقيقة أن النسخة الثانية من المهرجان بتجمع مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الكبار. تعالوا نروح دلوقتي لتقرير عن أبرز النجوم المشاركين في المهرجان ونرجع نكمل كلامنا. من جديد تتحول مصر إلى قبلة فنية للنجوم العرب، يعودون لجمهورهم، يجددون دماء النجاح بشربة جديدة من ماء النيل واحتفاء المصريين بكل جميل، هذه المرة من شاطئ السحر والجمال بالعالمين. يحيي قيصر الغناء كاظم الساهر حفله المنتظر يوم 18 من يوليو الجاري في نسخة مهرجان العالمين الثانية، ويقدم باقة من أجمل أغنياته. وفي اليوم التالي لحفل القيصر تظهر أيقونة الغناء العربي النجمة ماجدة الرومي لتشدو مجددا بروائعها تحت قيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، واعدة جمهورها بعدة مفاجآت منتظرة. وتشهد النسخة الثانية من مهرجان العالمين مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء والطرب، منهم الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب والنجم تامر حسني. وطرحت إدارة المهرجان فئات متنوعة من التذاكر، كما خصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 60% من أرباح هذه النسخة لصالح فلسطين.